المراوح. البوابة التاسعة مجلة جديدة تعنى بشؤون العمران والعقارات. بيروت المدينة بحاضرها وماضيها، بعمرانها القديم الجديد، بشوارعها المزدحمة ومبانيها الفخمة، بما تبقى من تاريخها وما سيخبر عنها في المستقبل، وببحرها الشاهد على كل ما مرت به. كل ذلك يولد ذكريات وأخبارا وقصصا ليكون ثقافة مدينية قد ننجح في عبورها من خلال البوابة التاسعة، المشروع المتبنى من شركة سوليدير العقارية. عم تحاول المجلة قد ما فيها يعني تعمل توازن بين المواد اللي بتغطي مظاهر محلية عم تصير هون ببيروت ومدن أخرى. المجلة التي تصدر باللغتين العربية والإنجليزية تحاول ترجمة علاقة الناس بمدنهم المتنوعة بأساليب مختلفة، منها الأدبية والأكاديمية والنقدية والتصويرية والفنية. بورتال 9 أو البوابة التاسعة هو مشروع جدا طموح، بيتطلب انفراستراكتشر. سوليدير كببلشر آمنت بهذا المشروع ومصرة على استمرارية هذا المشروع كبلاتفورم ثقافي مش موجود بعد منه لا بلبنان ولا بالشرق الأوسط. مواضيع عابرة وأخرى سجالية، قصص حب وحكايا حروب تختزنها المدن وناسها، ستجتمع كلها خلف البوابة التاسعة. محمود عباس وحق العودة.